سعيد جدا، أتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وما في شك هذه المعارض وهذه الملتقيات تثري وتساعد على اكتساب المال والخير والعمل الحر الشريف. أتمنى للجميع التوفيق والنجاح والسداد، وإن شاء الله إلى مزيد من الإنجازات إن شاء الله. طيب سعادتك، إيش تحب تقول للشاب العماني الطموح اللي دائما يحاول أن يقدم حاجة لخدمة هذا الوطن؟ ما في شك الشاب العماني ضرب رقم قياسي في الجد والاجتهاد. كل أمنيتي لهم بالتوفيق والنجاح، وأن كل الأجهزة تقف مع هؤلاء الشباب العماني الطموح في أداء عملي. وفقهم الله لما فيه خير وصلاح عمان في هذا المجال. شكرا لك سعادتك، يعطيك الف عافية. شكرا لك. إذن معنا مرشد الحكماني صاحب أطياب الملاك، تخبرنا عن هذا المشروع. والله أطياب الملاك بدت في 2015، ما شاء الله صار إقبال عليها كبير في السوق، والسبب الجودة والإتقان والعمل بضمير نفس ما نقول إحنا. الحمد لله اليوم نتكلم عن أطياب الملاك 28 موظف عماني، هذا 28 موظف كيف وصلنا لهذا الشيء؟ طبعا من بعد الإنجازات اللي إحنا قاعدين نعملها الحمد لله. افتتاحاتنا الأخيرة الحمد لله كانت جدا قوية، والسبب نفس الشيء الإنجاز اللي قاعدين نعمله. أطياب الملاك تنتج 32 نوع من العطور، و32 نوع من الصابون، و32 نوع من اللوشن، كذلك عندنا الأدهان والخشب العود وأشياء كثيرة. اللهم لك الحمد، صار في كل بيت أطياب الملاك حاليا. جميل، كل بيت صار فيه أطياب الملاك. الشيء المميز اللي عندكم ما عند غيركم؟ طبعا المميز في كل مؤسسة لها لبان خاص فيها. احنا في أطياب الملاك لابد ان يكون اللبان بشكل ثاني، هذه من افضل المنتجات عندنا اللبان. كذلك في عندنا اشياء ثانية مثل الاعواد في اي بي الملاك وفي اي بي المرام، هذه الخلطات ما موجودة في السوق ابدا، واذا حاولوا انهم يوصلوا لي بيوصلوا، ولكن بعد فترة طويلة، لان هذه الاشياء منتقاة من اشياء نادرة. فالحمد لله قاعدين نشتغل على خطة معينة، نفس ما يقول الخطة الخمسية، كل خمس سنوات نغير شيء معين، والحمد لله في نجاحات كثيرة الحمد لله. إيش توعد زباينكم في الفترة القادمة؟ شوفوا الجديد وبتعرفوا كل حاجة. شكرا لك، يعطيكم الصحة والعافية، موفقين إن شاء الله. متواجدين حاليا في محل الجسار للعطور، معانا محمد الراشدي صاحب هذا المحل، خبرنا أكثر عن هذا المشروع. هو يعني مجموعة شباب عمانيين، عندنا وكالة محلات القسار العطور، محلات معروفة في الكويت وفي دول الخليج كامل. فنحن عندنا أفرع في مسقط وبركة، والآن يعني في صلالة، هم شاركين في هذا المعرض. أبرز المنتجات اللي معاكم حاليا؟ في منتجات من العطور الفرنسية، وفي المعطرات الأرض، وأيضا المباخر والبخور معروف فيها القسار، يعني هالمنتجات. إيش جايبين في هذا المعرض؟ خبرنا عن مشاركتكم. جايبين عروض يعني خاصة للمعرض، ويعني لأول مرة تنزل في صلالة. يعطيكم العافية، موفقين إن شاء الله. أهلا، حياك الله يا أهلا. ومستمرين معاكم والحين مع الفنانة ميرفت نصر، المتحدثة الإعلامية باسم هذا المهرجان، وما شاء الله شخصية جميلة، تخبرينا عن هذا المهرجان أكثر. طبعاً مهرجان صلالة العطور المهرجان الأول من نوعه في سلطنة عمان، الذي يتم لأول مرة في محافظة ظفار. إن شاء الله هذه النسخة الأولى، وبإذن الله مقبلين على النسخ القادمة في مسقط بإذن الله تعالى. ليش اخترتوا ظفار بالتحديد؟ لأنها عبق اللبان. اللبان الآن أول ما يعني تستنشق رائحته الجميلة تستشعر من خلاله الرائحة العمانية الأصيلة. طبعاً نحن في عماننا الحبيبة وأرضنا الطيبة دائماً خلاقة برائحة اللبان، أنواع اللبان المتعددة. طبعاً في مهرجان صلالة العطور ركزنا أكثر شيء على المنتجات المحلية في محافظة ظفار، وأيضاً على المنتجات اللي خاصة بأخواتنا المشاركات من جميع محافظات السلطنة وأيضاً من دول أخرى. الزائر في هذا المهرجان إيش راح يحس؟ أكيد راح يحصل شيء مميز، لأن نحن جايبين على مجموعة شركات من شركات مميزة. هاي الشركات أثبتت تواجدها على أرض الساحة العطرية العمانية، وفي نفس الوقت راح يجد الشيء اللي يختاره وهو مرتاح من غير ما يبحث عنه في مجموعة من الأسواق.
شكرا لك، يعطيك الصحه والعافيه. الله يحفظك استاذ محمد نصر، وانا سعيده بتواجد الرؤيه معنا كراعي اعلامي، وهذا طبعا ان شاء الله سيكون لنا داعم كبير ان شاء الله. تشريف، نكمل بعض.